بعد حضرتك يا باشمهندسين لما رسمت كل الكاميرات السكندري الموجود عندنا، لو بصيت في الفيو ادي كل الكاميرات السكندري الموجود عندي في البلاد بالشكل اللي قدام حضرتك كده. دي كل الكاميرات السكندري، بالاضافه كمان ان انا ظبطت المكان الموجود فيه عندي هنا الموجود فيه الكور. انا عملت بدل ما احمل الكاميرا دي على الكور، انا عملت كاميرا رئيسيه مين بيم اي بي 400، حملت عليها الكاميرا السكندري الاي بي اي 300. عملت نقطة هنا عشان رسمتها زي السكندري، رسمت نود هنا عملت ديفيجن، ورسمت نود هنا على مسافة نص متر، ورسمت الكاميرا دي، وبعدين رسمت الكاميرا ده بالشكل قدام حضرتك كده. فاضل يا باشمهندسين ان انا اروح اختار الكاميرا السكندري ده اللي هو اي بي اي 300، اعمل عليه سيلكشن. كده انا عملت سيلكشن على كل الكاميرا. بخش على الجيومتري، بخش على بروبرتي، او اولا اعمل له ريليز الاول. بختار نوع ريليز يكون بين بين ريليز، عايز اتاكد منه. بلغي البندنج مومنت في الستارت والاند، وبلغي التورشن من ناحيه واحده فقط. فانا بقول له خلوه لي بين بين ريليز، وبقول له ايه ابلاي على كل الكامر السكندري. يبقى كده الفكره منه ان انا خليت كل الكامر بتاعي زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي، ان انا خليته كله سيمبلي سبورتد. مهم جدا الخطوه دي ان انا اخليها سيمبلي سبورتد. طيب بعد كده بعمل ايه؟ عايز اعمل ريبليكيت للقمر السكندري بيم ده، بالاضافه طبعا للقمر المين اللي انا اضافي اللي انا ضفته عندي ده. فبعمل سيلكشن وبختار القطاع اللي هو اسمه اي بي اي 300، واعمل سيلكت عليه كنترول، اختار القمر الزياده بس اللي هو عندي دول القمرتين دول، مهم جدا عشان ما انساهاش القمره دي والقمره دي. كنترول واعمل سيلكشن على التو بيمز دول برضو من هنا، وبعد كده اقف على البيزمنت اقول له ستوري ستوري كوبي كونتنت اوف ستوري كام. ادي احنا عندنا 6 1 7 8، قلنا 8 لاعلى، اقول له على السلكشن اونلي. عايز اتشيك على نفسي فبجيب بلان تاني وليكن 5 متر 20، تشيك على نفسي بس مش اكتر، مشروع بس تقيل شويه عشان الممبرز اللي فيه كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. لو رحت حتى على الفيو هقدر اشوف كل الفيو اللي عندي. لو انا ضغطت دبل كليك على الراجل ده هيبدا يجيب لي البروجكت كامل، بيحمل بس. وده شكل البروجكت بتاعنا الفاينل ان شاء الله يا باشمهندسين. كل اللي عليا هعمل سيلكشن بس على السكندري بيم، وادخلهم في جروب زي ما احنا متعودين. بعمل سيلكشن على كل السكندري بيم، هروح على جروب هقول له زي ما احنا متعودين كرييت جروب اوت اوف سيلكشن، هقول له الراجل ده رينيم، هقول له 06 شرطه سكندري بيمز بالشكل ده. يبقى انا عملت السكندري بيم برضو، عملت لها جروب عشان لما اجي اعمل لها ديزاين باذن الله. يبقى انا بعمل لها ريليز، مهم جدا بخليها بين بين ريليز، كمان ان انا بعمل ريبليكيت ليها وبدخلها فوق جوه جروب.